عملوا في تونس هكا ان شاء الله ربي يجيبه لهم، خاطر بلادنا ما كانتش هكا والله. يقفل الهباطة في مرش القرو كان ما توليش الدنيا، الدنيا رخيصة بالقطار. مانيش لاباس هكا ترى في البلاد كيفية وضعيتنا. البلاد هذي ولات مع الواقع ومع اللي عنده، ما فما حتى حاجة تصلح في بلادنا، حتى شيء حتى شيء حتى شيء. اللي تشكيله يولي هو يشكيلك. الأسعار راهي من المضاربين. أنا ولد مرشي 40 سنة ولا 35 سنة، مرشي القرو غادي الضرب غادي، الفلاح يجيب له يقول له بيع لي هذيا ب 700، فهمتني ولا؟ تقول له بقداش؟ يقول لك لا ب 1200. هما اللي مغلينا، لو كان يقفوا لهم، لو كان يقفوا لهم فهمتني تستوي الدنيا. يقفل الهباطة في مرشي القرو كان ما توليش الدنيا، الدنيا رخيصة بالقطار. زويلي جملة 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 جملة، ما عادش واصل حتى شيء. الله يهلك ولاد الحرام وربي يبقى علينا الست. لطف عليك ما تبكيش، خاطر بلادنا ما كانتش هكا، كنا لبس علينا الحمد لله والله. ياسر فقر ولا في بلادنا، وياسر حالة ما تساعدش حتى طرف والله. عسلامة. عسلامة لنا. شنو أحوالك؟ مانيش لاباس. انت قبيله قلت لي نحب نحكي كلمتين على الوضع في تونس، تفضل احكي. كلمتين. شوف لله، البلاد هذيا، البلاد هذيا ولات مع الواقف ومع اللي عنده. واحد من الناس ناقص 180 باي وما عندي حتى مدخول دخل، وهاي يدي عملت جلطين. لطف عليك منيش؟ ربك رب مد عندي الدم، طلع لي الدم بالله. تو انا نهبت وكان مش صحابي، هذا يعطيني 2000 ويعطيني طرف ببرقدان بلاش، وهذا كيف كيف، الكلها تمد لي راي بلاش، الكلها تمد لي بلاش، ما عادش خالط انا، اش عمل لي 180؟ تفضل لله. ها الدويات بقداش متكلفة، فهمتني ولا؟ 261,000 الدويات متكلفة هاي، هاي الدويات بقداش متكلفة علي. لا شؤون اجتماعية تمشي لهم ويعطيوك، شو الكراهية قداش؟ فهمتني؟ أنا عندي وكيل جمهورية يرحم والديك ووالديك ووالديه، يعاون فيا على الكراهية. 600 دينار الكراهية، وأنت شهرتك 180 دينار. نمشي نجيب الباقي أنا، عندي وكيل جمهورية يعطي فيا، كل شهر نمشي له ندق الظليل يمد لي، فهمتني؟ هو موجود راه، يحبوا يعرفوه تو يعرفوه، يمشيوا معاه ويعرفوه، فهمتني؟ أختي بصراحة كما جاش أنا حنن عليا راني مت بشر. أنا والمرأة وعندي ولد، ولدي عندي متكفل بيه. هاك شفت الدواء بقداه 261. يعني في رأيك أنت أنه 180 دينار ما تعمل حتى شيء في الوضع اللي نحن نعيشه فيه توا؟ عيش بنتي عيش. هذا الحم تو من العيد للعيد كان جابولي أنا طرب الحم وكهراني كليت، كان ما فماش راهو. قلت لك أنا هاهم أسألهم يحنوا عليا، هاهم هاهم وكل صحابي السوق، خاطر بصيفتي انا كنت نخدم هنا. توا هايك الناس ما فارغه، ما عادش نجم نهبط المرش، مرش القرو ما ثلاثه والاربعه ما عادش نجم نهبط، انا مريض عندي ثلاثه جلطات. لطف عليك لهنا فهمتني، هاي الورقه هنا نتاع الدواء فهمتني ولا، ويعني مبيا ربي. اختي شنو شنو رايك في الاسعار اللي موجوده توا في السوق؟ الاسعار عاش بنتي حاسمه، الاسعار راهي من المضاربين. أنا ولد مرشي 40 سنة ولا 35 سنة، مرشي القرو غادي الضرب غادي، الفلاح يجيب له يقول له بيع لي هذيا ب 700، فهمتني ولا؟ تقول له بقداش؟ يقول لك لا ب 1200. هذايا الهباط مولا واحد، هما اللي مغلينا، لو كان يقفوا لهم، لو كان يقفوا لهم فهمتني تستوي الدنيا. أنا ننصحهم أنا، يقفوا الهباطة في مرشي القرو كان ما توليش الدنيا، الدنيا رخيصة بالقطار. الفلاح يقول له بيع لي ب 600 يحب هو لا يبيعها ب 900، فهمتني؟ يعني في رايك انه الفلاحة هما اللي يزيدوا؟ لا مش الفلاحة، الهباطة وكيل 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 في المرشي، فما حاجة اسمها هباط. انا فلاح نفهم فيك، كي نهز لك السلعة نقول لك بيع لي اخوي ب 600، انت لا يقول له ما عجبنيش ما فهمتني، يبيعها هو ب 1200.
الهبات هو المستنفع فيه، الفلاح راهو يكذب عليك. الفلاح اللي عنده بردويه تو باش يعمل بها الارض لا شيء. شنو هي كلمتك نتاع الختام وشنو تحب توصل لهم؟ الكلمه الاخيره اخويا يعمل لنا لفته، ولد حلال راهو الرئيس، مش نشكر فيه وما نخافش، خف كان من ربي انا. خف كان من الله هو اللي باش يحاسبني. سيد الرئيس يشوف لنا يا خويا فما وزراء راهي ما تستاهلش باش تجي تقعد في البلاد. شنو هي باهيش تو مدخلينهم النار. فهمتني؟ فما مسؤولين كبار مدخلينهم النار. يزي عايش بنتي. دي سيزيام اني شدد لي معتمد يزي عايش. لطف عليك وميرسي بوكو. عايش بنتي ويرحم والديكم. ربي يفرج عليك. وان شاء الله السيد الرئيس يعمل منا لفته للشعب المزمر. ان شاء الله تونس من حسن الى احسن. راهي كلها تتشكى ان شاء الله. والله خيتي الوضع اللي يفرح ولا باهي جمله. هكا ترى في البلاد كيفاه وضعيتنا. زويلي جملة 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 جملة، ما عادش واصل حتى شيء حتى شيء حتى شيء. هاك ترى اللي تشكيله يولي هو يشكيلك، ما فما حتى حاجة تصلح في بلادنا، حتى شيء حتى شيء حتى شيء. ربي بقى. الأسعار شنو رأيك فيهم؟ كترى من الغلي للكوي، قطت الكلافس قد هكا ب 300 فرنك، ب 300 فرنك هكا وضعيتنا تحت الصفر تحت الصفر. وخايتش ان شاء الله. يعني في رايك انه المواطن ما ينجمش يقضي قفه؟ جمله جمله وي، يا حسره يا حسره، كي كنا نعبيه قفه ونقضيه مستحيل مستوى العبد يدخل السوق يخرج ساكو فارغه. ساك فارغه تهز 30000 ما تقضي بها حد شيء. و 50000 30000 ما تقضي لك حد شيء. 50000 تقضي والله شيء. كيف كيف كانش تخدم ومشيت والله لا عاد تصلح حتى طرف. والله بلادنا يا حسرة عليها. والله الله يهلك اللي كان فيها السبب وهلك لنا بلادنا ما كانتش هكا. شنو تحب تقول لهم؟ يا ربي ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا وعلى تونس الكل، وان شاء الله ربي يتنحى علينا هالغمه هذه. الغمه يا ربي ان شاء الله تتنحى. والله نحس دمعه في عينك رسمي. والله خاطر بلادنا ما كانتش هكا، ما كانتش. الله يهلك ولاد الحرام وربي بقى علينا الستر. لطف عليك ما تبكيش، خاطر بلادنا ما كانتش هكا، كنا لبس علينا الحمد لله. والله ياسر فقر ولا في بلادنا وياسر حاله ما تساعدش حتى طرف. والله شنو تحب تقول لهم؟ ان شاء الله ربي يهديهم. توا الناس كل تتفرج فيك. والله ان شاء الله ربي يهديهم. والله ان شاء الله ربي يهديهم واللي يعملوا في تونس هكا ان شاء الله ربي يجيبه لهم، خاطر بلادنا ما كانتش هكا. والله كانتش. ميرسي بوكو مدام واللطف عليك. عايشك ربي يخليك.